من المشروبات المهمة جدا في فصل الشتاء الجنزبيل، الكمون بالليمون من الحاجات الكويسة جدا. برضو عندنا القرفة بالجنزبيل، اليانسون، النعناع، التليو من الحاجات الكويسة جدا كمان لصحة الجهاز التنفسي. نعم. المشروبات الطبيعية المصرية الجميلة بتاعتنا من الحاجات الكويسة. الشاي الأخضر من الحاجات اللي غنية بمضادات الأكسدة وبترفع من كفاءة الجهاز المناعي، ولكن نشربه مرة واحدة في اليوم ويكون في بداية اليوم، بلاش تكون المشروبات المنبهة في نهاية اليوم عشان ما تعملناش حالة من الاضطراب في النوم. فالمشروبات الدافية دي يا ريت تبقى طول الوقت مع شرب المية، ونبتعد طبعا عن المشروبات الغازية. السحلب والحلبة اللي هي المغات من الحاجات الجميلة، حمص الشام. وحمص الشام من الحاجات الجميلة جدا وشهية. وعايزة أقول لحضرتك يا أستاذة جمانة، الشطة من الحاجات اللي مفيدة جدا للجهاز التنفسي، ولكن طبعا بمقدار بسيط ناكل وما نكترش منها، بتكون مفيدة. الكمون من الحاجات المفيدة. التوابل المصرية بشكل عام إضافتها في المشروبات زي حمص الشام، شوربة العدس بتكون من الحاجات المفيدة وبتساعد كمان على تنشيط الدورة الدموية. شوربة العدس من الحاجات الحلوة جدا، وعايزة أقول لحضراتكم إن دي أكلة بنات الأهرامات. يعني طبعا. الفراعنة لما جم بنوا الأهرامات كان بيصرف لهم وجبة شوربة عدس، خصوصا في فصل الشتاء، لأنها بتدي شعور بالدفء.